هذا سيما شوية الجو مكهرب من لعبية الهوند. أي والله ما نقول لك مثلا قبل وليد بن عمر بعيد عن المنتخب، جات بيريود ما كان يساوي. لا كان وليد بن عمر هذا مش تحل دوسي مش هيج. عندك دوسي كبير. عندك تفاصيل. اختانا وليد بن عمر بالله سامحني 2009 نتذكر وقتها لعبنا شامبيون دي موند في كرواتيا. وليد بن عمر تجيبه من برشلونة تحطه في الجرادان. معقول هذا؟ مش تفهم انت الراجل اللي في برشلونة يجي لك بيرسونال تحطه في الجرادان. اش معنى؟ اش معنى؟ بس قول لي انت معنى. فما شوية. شوية شنو؟ شوية لعب. هيك المجنم كان مبجل وقتها. ما نعرفش. هكاك ما نعرفش. خويا اونترونور. نشوف اسمع فما اونترونور. خويا عندك سيستم تخدم به. ما تخلي حتى حد يدخل وهذا يلعب وهذا ايه. اي فعليك حد رايه نورمالمون هذاك اش نعرف انت كنت موجود معاها ليكيب هذيك وقتها هاي 2009 موجود يعطيني شويه تفاصيل شنو صار والله شوف اني الكوره ما ندخلش فيها برشا شوف نترينا ونروح نحب لا نصاحب جوارات برشا لا ندخل مع فكل معامة لا نصاحب المسؤولين برشا لا تشوفني من مع هذا انا مع هذا ترينا ونروح هكا ما حكيتش مع ما... والله ظاهرة ليه وقتها ظاهرة معناش مش نحكي معاه راجل مقهور يبكي ربياتي وكا بكي بكي بيان سور 2009 هذا حتى 2005 يا اخي شامبيون دي موند اللي في تونس ما تعيطلوش زادة في طمكو وليد ما كانش محبوب الملاعبية 2005 مانيش معاه ما نكذبش ومن بعد 2009 زاد وقت اول مره مش نلعب انا وليد وزوران وقت شبيك قبل 2009 يشاهد بولي بن عمر معناها قلت يلعب في برشلونه وقتها كانت فيل برشلونه معناها مسير فيل تو فيل شكون يلعب فيها برشلونه صراحه صحيح يا اخي شويه برشلونه اش تلعب فيها لازمك بالحق عندك بوتنسيال نتاع غرون جوار تكنيسيان ملاعبي معناها مش جوار هكاك معناها فما تصادف ساعات يجيبوا جوار كيما نقولوا بلغتنا زلاط احنا اريير كل يمحط هكا وباش يخدموا له تك 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 برشلونه تلعب كوره تلعب برشا كوره فيها ما كانش محبوب من اللاعبين انا يعني قلت لك والله ما نحبش ندخل في لي ديتاي فما وليد باهي طبيعته باهي راهو المشكله اللي معناها كي تقرب له دعكي ما باهي ما فهمتش معناها تيار كهو رب